اسمي مصطفى ستاتي، مدخلتي في مناظرات دبي الرابعة انه هل يجب تطبيق القانون الغربي لحقوق المرأة في المجتمع العربي بعد الثورات العربية او لا، او اذا في كان في حكم ديني ايش راح يترتب عليه وهيك. انا برأيي انه حتى يعني في المجتمعات الغربية ما اخذتش دورها او حقوقها في المجتمع وفي الحياة. المجتمعات الغربية شكليا بتبين انه في مرأة عندها حقوق وعندها حرة في كيف تتصرف كيف تفكر، بس المجتمعات الغربية والمجتمعات العربية وكل المجتمعات الموجودة في العالم فكرية مجتمعات رجولية. الثورات العربية كانت ثورة على ضد ديكتاتورية وضد استبداد، وفكر هاي الثورة مش رح تكون بس انه تسقط دكتاتور معين، بل تسقط كل الأفكار المتخلفة التسكير الذهني الموجود في المجتمع. ففي خوف انه في ناس بتحكي خايفة انه ممكن يكون في حكم ديني يزيد لسه اضطهاد الواقع على المرأة، بس بفكر انه في مجتمع خلق ثورة ضد هذا الاستبداد لازم كمان يخلق ثورة